الحين اخو ابوك دايم ايش تنادي؟ عمي. اخو ابوك؟ عمي. طيب اذا شفت احمد سمعات يا ولد عشان الدنيا شيء. الحين اذا شفت احمد الحيم بالشارع حلو بليوك وش تناديني؟ بروس. وش تناديك؟ عمي. ليه؟ والله يلعن. خلاص انا عمك والله يلعن. الله واضحه. طيب لا خل اذا شفتني انا وتودس خاسي 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 لا خاسي. ايه دقيقه خاسي. دقيقه انا عمي. ايش فيك؟ عمي ردد له الحين. لا اسمع انت اسمع. بيبلتك بس اسمع دقيقه. قل انا مين يا بهاج؟ عمي اكيد. خلاص دام انا مين يا بهاج؟ عمي. الله يوفقك. لا خلاص نمزح. تعال. انا مين يا بهاج؟ لا خلاص. شو اسمه؟ خل بقصر. عمي. ولد عمي. اقعد الحين شوف المدير. شوف والله تسليم. خلاص اسمع. الحين هذا. خلاص البزر.